كان لقاء اليوم مع جميع المتدخلين في تنزيل الورش الملكي الكبير اللي هو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، حيث كان تم اللقاء باش لا سيما بعد على مرور 3 سنوات على تنزيل هذه المرحلة، كانت مناسبة باش يكون هناك واحد تقييم يعني مرحلي، لا فيما يخص مناهج ومساطر العمل، لا فيما يخص يعني النتائج وإنجاز المشاريع. وكذلك كانت هذه مناسبة، ولا سيما كاين واحد العدد ديال السادة المنتخب السيدات والسادة المنتخبين الجدد، كان كذلك تقاسم معهم فلسفة المبادرة وكذلك برامج المبادرة وكذلك كيفية يعني كيتم هذا تنزيل هذه البرامج. وكما تبعتم كلكم فهناك بعض العروض اللي تلقات، عروض عامة وعروض خاصة بدار البيضاء المدينة، لأن كذلك يمكن هذا الاجتماع يتعقد على شوطين، كاين واحد الشوط خاص بمدينة الدار البيضاء وشوط آخر فيما يخص العمالات الجهة، يعني سيكون في السطات إن شاء الله الأسبوع المقبل. والحمد لله كان اجتماع جد غني، وكان اقتراحات، كان أسئلة من طرف الجميع، ولا سيما تتم كذلك لأن أمور احترازية الاجتماع يعني بحضور الناس في القاعة وكذلك عن بعد فيما يخص المقاطعات الأخرى. أبرز النقاط أنا كما قلت لك هو سميتو هذا الورش الملكي الكبير، تم رسم المنتخبين الجدد، تم شرحه وكذلك يعني فهم المعاني ديالو. ثانيا وقفنا على المشاريع، على انجاز مشاريع كما لاحظتي وكما تبعتي، ف الاخوان هنا في دار البيضاء داروا العرض فيما يخص التنزيل وفيما يخص انجاز المشاريع ولا البرامج الربعه اللي كتهم المبادرة التنمية البشرية.